طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. هل يستطيع الكاظمي حل ملف المعتقلين الأبرياء في السجون؟ ولماذا تأخر كل هذا الوقت لإثارة هذا الملف الإنساني الحساس في العراق؟ أليست حكومته في نهايتها وهناك حكومة جديدة سوف تتشكل؟ هل يسعى الكاظمي من خلال هذه الدعوة لمغازلة بعض الكتل السياسية والشارع العراقي لتجديد ولاية ثانية له؟ لماذا لم يتحرك الكاظمي في الفترة الماضية حول موت العشرات في سجون العراق بسبب الأوضاع الصحية السيئة؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم بعنوان هل يستطيع الكاظمي حل ملف المعتقلين الأبرياء في سجون العراق؟ حيث أثارت تصريحاته رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي حول ملف التهم الكيدية والتي استغلت خلال السنوات السابقة في الزج بآلاف العراقيين داخل السجون، متعهدا كما قال الكاظمي بالسعي للتخلص من تبعاتها قانونيا، فيما أكد مسؤولون صعوبة ذلك. طبعا التهم الكيدية أو ما يعرف بالمخبر السري هي من أعقد الملفات في العراق، من أعقد الملفات الإنسانية الحساسة في العراق، والتي تسببت بدخول الآلاف للسجون بالاعتماد على تلك التهم التي يندرج أغلبها تحت العداوات الشخصية والتصفيات السياسية. وطبعا خلال ترأس الكاظمي جلسة مجلس الوزراء أمس الأول يوم الأربعاء أكد بأن هناك معتقلين قضوا سنوات في السجون بسبب تهم كيدية. بين وقال لاحظت بعض الحالات خلال زيارتي للسجون وشدد سأبحث الملف مع رئيس مجلس القضاء الأعلى للتنسيق على تشكيل لجنة تنظر ببعض القضايا التي يشتبه بأنها تنطوي على تهم كيدية. طبعا أكد مسؤولون مطلعون بأن الكاظمي بدأ أولى الخطوات بشأن هذا الملف بأن طلب تقريرا مفصلا عن الملف لدراسته ليتحرك بعد ذلك نحو السلطة القضائية ويبحث الحلول المناسبة كما قالوا. مسؤول قضائي من جهته طبعا فضل عدم الكشف عن هويته لصحيفة العربي الجديد، أكد صعوبة إنهاء هذا الملف واصفا إياه بأنه ملف كبير جدا وينطوي على مداخلات قانونية، وأوضح المسؤول بأن الملف شائك وهو نتيجة لتراكمات سنوات طويلة منذ العام 2003 ولغاية الآن. طبعا قال شابه الكثير من الضعف في إدارة مؤسسات الدولة، وأكد بأن التخلص من هذا الملف يحتاج إلى فترة طويلة لا سيما مع كثرة أعداد ضحايا تلك التهم. طبعا ظروف غير صحية من جهته، شدد النائب السابق عن محافظة نينوى علي المتيوتي على أهمية إنهاء الملف قانونيا، وقال يجب أن تكون هناك مساعي قانونية وحكومية حقيقية لإنهاء هذا الملف وإعادة المحاكمات لضحايا التهم الكيدية والمخبر السري ممن قضوا سنين في السجون وتم انتزاع اعترافات منهم بالإكراه أحيانا. شدد على قال نؤيد إنفاذ حكم القضاء على الجميع، لكن هناك ظروفا غير صحية مر بها العراق في فترات سابقة وقع ضحيتها الكثير من العراقيين، وكان من نتيجتها تلك التهم التي استغلت بشكل غير قانوني لتصفية الحسابات بحد وصفه. طبعا السلطات القضائية في العراق كانت قد أفرجت عن 630 سجينا خلال شهر ديسمبر كانون الأول الماضي ممن لم تثبت التهم الموجهة عليهم، وشددت في وقتها على سعيها لتسريع وتيرة عرض السجناء على المحاكم للنظر بقضاياهم، فيما أكد مسؤولون بأن أغلب المفرج عنهم أودعوا السجون منذ سنوات عدة بتهمة المخبر السري. هل يستطيع الكاظمي حل
ملف المعتقلين الأبرياء في السجون وقد انتهت الحكومة ونحن على أبواب حكومة جديدة، لماذا الآن تحدث عن هذا الملف الإنساني الحساس، الملف الذي يشغل عشرات الألوف من العراقيين إذا مو مئات؟ يعني هناك أعداد كبيرة من السجناء في العراق، ليش بهذا الوقت؟ هل يسعى المالك الكاظمي من خلال هذه الدعوة لترشيحه لولاية ثانية؟ هل يريد كسب ود بعض الكتل السياسية؟ هل يريد مغازلة الشارع العراقي؟ هذا الملف الإنساني الحساس منذ العام 2003 ولغاية الآن، لماذا لم يقم الكاظمي بفتحه منذ بداية توليه للحكومة؟ طبعا يشار إلى أن آلاف السجناء الذين زجوا في السجون إبان ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من 2006 إلى 2014 بتهم كيدية وعن طريق المخبر السري وقانون الإرهاب وغيرها من التهم. طبعا عضو المفوضية علي البياتي في تموز الماضي من عام 2021 قال بأن عدد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الإصلاح في العراق هو نحو 76 ألف شخص، منهم 49 ألف محكوم و3 ألاف امرأة، فضلا عن 2000 من الأحداث. معنا اتصال، هل هناك اتصال؟ نعم. هل يستطيع الكاظمي حل ملف المعتقلين الأبرياء في السجون؟ دعونا نأخذ بعض التقارير الدولية والمحلية التي تابعت حقوق الإنسان وحقوق السجناء في العراق. تقرير التعذيب مستمر في السجون العراقية والقوانين حبر على ورق، هذا التقرير صادر عن الأمم المتحدة في أغسطس من العام الماضي 2021. تقرير صدر عن الأمم المتحدة كما أشرنا كشف استمرار ممارسات التعذيب للمحتجزين في سجون العراق على الرغم من الضوابط القانونية التي تمنع هذه الممارسة التي قالت بأنها منتشرة في السجون في جميع أنحاء البلاد. طبعا عدل تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي الذي صدر تحت عنوان حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق، الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة، عددا من الحالات التي تم توثيقها وتظهر استمرار هذه الممارسة رغم بأن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه، لكن على أرض الواقع هذا غير موجود. بحسب ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوكريك للصحفيين، قدم أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة الأمم المتحدة العام الماضي لمساعدة العراق ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق التحضير للتقرير روايات موثوقة وذات مصداقية كما وصفها عن تعرضهم للتعذيب بما يتفق مع الأنماط والاتجاهات التي تم توثيقها في التقارير السابقة. ونقل دوكريك عن الممثلة الأممية في العراق جنين لاسخارت قولها بأنه ليست هناك ظروف مهما كانت استثنائية تبرر التعذيب أو أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب، وأضاف بأن بلاسخارت تشجع على بذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية والمساءلة بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي. نعم، معنا اتصال أبو حسن من بغداد. أبو حسن الكاظمي قبل يومين دعا إلى فتح ملف المعتقلين وقال بأنه هناك من المعتقلين يعني أودعوا السجون بسبب وشاية المخبر السري. هل يستطيع الكاظمي في أيامه الأخيرة من هذه الحكومة فتح هذا الملف الإنساني الحساس في العراق برأيك؟ أستاذ عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك عيني. الله والله يخليك. إحنا نتمنى من السيد الكاظمي أن يسير في عمله باتجاه أنه يكشف حقيقة المعتقلين والمغيبين والمفقودين. نعم نعم. فيعني أنا بدي أحكي لك أنا عندي ابني خطف بشا مرة. نعم.
خطف بسامرة 2007 27/5/2007 هو وثلاثة وياه. فوشايط مخبر سري، وشايط مخبر سري. فالمخبر السري هي مرة، والمرة عرفها أني وانزل بيتها وين. فبعدين الثلاثة الوية ابني منفذين عليهم كافيهم وابني ضيعوه بالسجون. فهذا القضية عن طريق المخبر السري. فلزم هاي الشغلة واحد ضابط كبير برتبة فريق وأنا ما أريد أذكر اسمه. نعم. ما أريد أذكر اسمه أطلاقاً في الوقت الحاضر. وهذا المخبر السري إن شاء الله يجي يوم اللي نحاسبهم ونعرفهم شخصياً، نعرفهم إحنا نحاسبهم بدينا. إذا القضاء العراقي يبقى على قضية المخبر السري فعلينا إحنا أهالي المغدورين والمفقودين والمغيبين قصراً من شغلة المخبر السري إحنا نحاسبهم بدينا. وعلى كل واحد حسن ابنك تعرفه وين مسجون حاليا لو ما تعرف؟ نعم نعم عثرت عليه مكانات يعني ببغداد وسامرة، بعدين تيهو علي. قابلته قبل قبل ما يتيه عليك؟ قابلته؟ حكيت وياه بالتليفون فقط. وجاني خبر من عنده هوايه، ومره خابرتني من بغداد قالت لي ابنك ترى مسجون بفلان مكان. زين ولكن لما اروح لذاك السجن يقولوا لي ابنك ما موجود، ادق حاسب يقولوا لي ابنك ما موجود. وانا عندي حتى شهود، حتى ضباط من سامره شهدوا لي قالوا لي ابنك كملنا تحقيق ودزينا لبغداد. في تاريخ سووا تحقيق ويا بغداد تاريخ 14/11/2007 بعد خطفه باربعه اشهر. زين وضيعوهم من ذاك اليوم صار لك 15 سنه ولحد الان. والدته توفت وانا بقيت بين اربع حيطان، وهذا اللي الله قدر علينا من وراء امريكا وايران لعنه الله عليهم وعلى كل ذي التابع ايران وامريكا. وهذا اللي جرى من الاحتلال الامريكي لعنه الله على كل من ساهم في احتلال العراق. نعم. نسأل الله أن يفرج عن ابنك وعن جميع السجناء والمغيبين الأبرياء. نعم معنا أحمد من بغداد، تفضل أحمد. أحمد الكاظمي أهلا أهلا بك. أهلا بك يا أهلا بك. رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي أثار ملف التهم الكيدية وقال بأنه هناك يعني يريد يفاتح مجلس القضاء الأعلى للتأجيل بهناك يعني كما وصفه قال بأن هناك معتقلين قضوا في السجون بسبب تهم كيدية. هل يستطيع الكاظمي حل وفتح هذا الملف الإنساني للي تم اعتقالهم بوشاية المخبر السري بتهم كيدية، بتهم التي انتزعت منهم تحت التعذيب وهم أبرياء؟ نتحدث عن المعتقلين الأبرياء. تفضل أخي. أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم، أعز مما يسامي بوفاة أستاذي شهداء جبلية الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنات ومنهم وهي مدويهم صبر والسلوان. نعم. ثاني شيء أستاذ مصطفى الكاظمي هم ينزل الإيران. أستاذ هم ينزل الإيران، أنا على أبوهم أستاذي لا بحتى قاسم سليمان لا بحتى مهندس. أستاذ ليش؟ يا أخي أنت ليش تغلط؟ الغلط الغلط ما مسموح، لا الغلط ما مسموح به أبدا، ما مسموح به على الشاشة. عدوك صديقك ما مسموح به. إحنا إذا نتحدث عن قضية المعتقلين الأبرياء اللي تحدث بها مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال، بدنا نسأل تساؤل، هل الكاظمي قادر على فتح هذا الملف للمعتقلين الأبرياء اللي راحوا بتهم المخبر السري والتهم الكيدية؟ تيجي تشاركنا بهذا الموضوع سب وغلط ما نريد احنا، ارجوك. يقدر يفتح والله العظيم استاذي كله بيد ايران. نعم والله بيد ايران استاذي، الله يهدي استاذي ايران ان شاء الله خلصنا 100 من استاذي. عندك قضيه معتقل انت؟ عندك قضيه معتقل استاذي؟ عندي معتقلين اثنين استاذي. ايه شي يقربوا لك احكي لنا، احكي لنا قضيتهم. انقطع اتصال مع أحمد من بغداد. معنا صباح من بغداد. صباح، هل يستطيع الكاظمي حل ملف المعتقلين
الأبرياء بعد حديثه الأخير عن من تم اعتقالهم بتهم كيدية؟ ليش هسه في أيام الأخيرة لحكومته؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نسأل ليش بهاي الفترة من أصبحت حكومة تصريف أعمال؟ هو من استلم من قبل أكثر من سنتين، ليش ما من كان رئيس وزراء وأكو برلمان ليش ما رفع قانون أو في الطرح للعفو العام أو إلغاء هذا المخبر السري اللي استخدموه علموهم أسيادهم الأمريكان، كان شخص ملتم مع الأمريكان من المنطقة ويدلي على الناس اللي مقاومة أو مجاهدين أو ناس بالنظام السابق أو غيره. مصطفى الكاظمي ليش سوى هذا الملف من كان هو بالخدمة وكان قراره يعمل به من قبل وزير العدل والقضاء ومجلس القضاء الأعلى ووزير الداخلية ووزير الدفاع اللي هم وزير الداخلية والدفاع، هو من كان بالأمن الوطني ليش ما يستخدمون هذا المخبر السري اللي هجم بيوت الناس اللي طبع على عائلة كاملة، يعتقلون الأب والأولاد، يعتقلون 5 أشخاص 6 أشخاص من عائلة واحدة. يعني مصطفى الكاظمي هو جزء من سرب، والسرب هذا تابع إلى إيران ولائيين ما يقدر يغرد، لكن بهاي الفترة يحكي كلام بالإعلام مجرد كلام في سبيل حتى ما تصير مساءلة مستقبلا. يقول لك أنا طرحت للمخبر السري أن الغي وأكو أبرياء، ليش هم 80% من المعتقلين من 2003 ولحد الآن هم كلهم أبرياء و20% يطلعون بفلوسهم من قبل رابط التحقيق واللي يدون أقوالهم كاتب عدل أو غيره، دول اللي معاون قضائي والقاضي يعرف بهذا الموضوع. كل القضاة مشتركين بهاي الجريمة، جريمة المخبر السري وجريمة الناس الكتهم الكيدية. يعني يسوون بلاغات عليهم مخبر سري وحوادث كيدية يلصقوها بالمتهم، انت فجرت انت قتلت، وهو ما يعرف هاي الأحداث كلها المتهم، مجرد انه من طائفة السنة. ونعرف احنا 80% من المعتقلين هم من ابناء السنه، ونسجنهم على طاوله 4 ارهاب اللي هي بالاساس اساسها كان مجاهدين ومقاومه شريفه باستثناء القاعده وداعش، كانت مقاومه شريفه وتم اعتقالهم من قبل المالكي، وكل رئيس وزراء هو يوجه وزير الدفاع والداخليه والاجنبيه. هي هاي ليست وظيفه القضاء لمتابعه هذا الملف؟ يعني المفروض القضاء كل شهر كل شهرين يسوي جرد بهذا الموضوع. القضاء العراقي مخترق من قبل حزب الدعوة، وهذا القضاء قضاء ولائي ولا إلى إيران. أتحداهم إذا يصدرون العفو العام على الأبرياء فقط، أما المجرمين والقتلة احنا ما نريدهم يطلعون إلى شوارع بغداد ويرجعون للحياة من جديد. القضاء العراقي ليش هو مو أيضا شريك بالجريمة؟ ذول الناس الأبرياء واللي جاي يقتلون من جراء التحقيق والتعذيب ونقص الدواء والأمراض هاي اللي تصيبهم، وكل أسبوع يموتون 2 3 بالسجون، يا أما هم يقتلوهم من جراء التعذيب. زين ليش ما تحرك الكاظمي في الفترة الماضية احنا نسأل وبأرقام ليش فترة حكمه وبأرقام القضاء وبأرقام القضاء وبأرقام هو وزارة العدل؟ يعني هناك أعداد، بس إذا تسمح لي، هناك أعداد خرجت من السجون وفيات بالعشرات خلال العام الماضي 2021 بسبب الواقع الصحي في داخل السجن وبسبب كذلك التعذيب، وهناك أشخاص منهم من الذين ماتوا داخل السجون اللي بعد لشهر أو شهرين يخلص المحكومية مالته. ليش ما تحرك الكاظمي باتجاه هذا الموضوع؟ ما سأل يا أبو وزير العدل قال له تعال أنت، أو وزير الصحة قال لهم شنو هاي العشرات اللي ماتوا داخل السجون؟ بالطبع هو شريك بالجريمة، مصطفى الكاظمي شريك بهاي الجريمة اللي ما تابع وراها إلا ما انتهت فترة حكمه. ليش ما دز على كل المسؤولين بالأمر مثل مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود سابقا أو فاق زيدان أو وزير العدل القدري وتباحث وياهم بطريقة للخلاص؟ لأن احنا أولا نمر بأزمة اقتصادية، ثانيا احنا عندنا أزمة كورونا، ثلاثة السجون الموجودة اللي 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 مسيطرين عليها وشغلة التغذية ومستفادين منها ماديا واعتبر من تابع للمكاتب الاقتصادية مال الحشد، ما يريدون السجون تفرق، يريدون يظلون مستفادين ملايين الدول العراق. نعم، ومصطفى الكاظمي يعلم هذا الموضوع. إن أكو بغداد كان معنا، شكرا جزيلا لك. أبو علي من السماوة، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ نعم سمعت. تفضل أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله. هو جديد وبشدة هذه الجريمة اللي حصلت في منطقة سبلة في بابي على نفس هؤلاء الطغاة المفسدين. أي والله وقعت
وخاصة قادة هذا الجيش الفاسد المجرم وعلى رأسه تحسين الخفاجي وسعد معان وغيرها من القادة المفسدين التي بدورهم ارتكبوا هذه الجريمة. نعم هذه الجريمة اللي حدثت في أزبلة في منطقة أزبلة التابعة إلى بابي. هؤلاء مجرمين، هؤلاء طغاة، هؤلاء طغاة مفسدين، وبالتعاون مع الميليشيات التفريغية القتلة. نعم زين أبو علي، في منطقة أجبلة. ابو علي، هل يستطيع الكاظمي حل ملف المعتقلين الابرياء في السجون؟ تحدث عن انه يجب فتح ملف المعتقلين اللي راحوا بتهم كيديه وبتهم المخبر السري، ليش الكاظمي يتحدث بهذا الموضوع ويثيره على وسائل الاعلام في ايام الاخيره من حكومته؟ ليش ما فتح هذا الملف الانساني في بدايه حكومته؟ ليش هسه؟ لا الكاظمي ولا غيره أن يحل ملف المتظاهرين المغيبين والمحتلين في السجون، لأنه لا هو قادر على حل هذه المعضلة، ولكن بسبب الأحزاب الحاكمة اليوم هي اللي تمنع هذا الدور أن يحل هذا ملف المحتلين في المكان في العراق. نعم. نعم. أنا أشكرك أبو علي من السماء وكان معنا. أم أحمد من الموصل، تفضل يا أم أحمد. أم أحمد تسمعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. أنا أخويا مخبر سري جزون البيت وما في شيء ما عنده هو. وشاهد المخبر السري جاء شاله من البيت، وهاي صار له 5 سنين أجد هو معتقل. ابنك هو؟ وشاهد المخبر السري. شلون؟ ابنك؟ أخويا. أخوك، نعم. أي والله. وهاي صار له 5 سنين أزيد هو بالسجن، والله وكل شيء ما عنده هو، مخبر سري جاخذوه من البيت وطلعوا. نعم. حكم القضاء؟ إيه إيه، وحكمه يعني مؤبد. هو والله كل شيء ما عنده. ما استأنفتوا؟ تمييز شيء؟ لا لا، بس يعني القاضي حكمه مؤبد. وهسه وين مسجون؟ بالناصرية. نعم. زين شلون تشوفين دعوة الكاظمي إلى فتح هذا الملف، ملف المعتقلين بالتهم الكيدية؟ هو وضمير الكاظمي، هو وضميره. يقدر يحل المعتقلين. يحل هذه القضية؟ والله عاد هو وضميره. نعم. والله كريم. الله كريم. أنا أشكرك أم أحمد من الموصل كانت معنا. عبد الرزاق من بابل، تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. دكتور، بالنسبة لموضوع مالتك، أنا سميته العراقيين والعبودية في زمن ديمقراطية الأحزاب والميليشيات. نعم. عندما يكون رئيس السلطة ورئيس الحكومة بهذه الهشاشة وهذه الرشاشة من الفكر والتعامل مع مواطنيه وجعل منهم مكسب سياسي ومطمح شخصي لأجل الحصول على حكم، تجديد حكم إله، فهذه يعني قمة بالحدار وقمة بالخطأ، لأنه أنت يا رئيس الحكومة أنت مؤتمن على أرواح العراقيين، فأنت أيضا الكاظم هو من ضمن المنظومة حكمة العراق، هو كان مدير المخابرات وهو عنده المعلومات الكافية الوافية، فعندما تنتهي فترة الحكم مالته يطلع لنا بأنه هسه حاليا يريد يحقق حرية العراقيين أو المعتقلين، فأريد أسئلة أو أقول له ولو أكون من فمك أدينك، يعني أنت وين شفت يا كاظمي؟ ليش هاي أرواح الناس؟ يعني هاي كل شغلة من أم الإبنها تعادل عمرك أنت، هذا العمر اللي أنت هذا، هاي شغلة مال المرأة أو الأم العراقية هي تعادل حياتك وتعادل شاربك يا رئيس حكومة، فالمفروض يتحاسب الكاظمي.
يتحاسب وينحال الى القضاء. ولو هو القضاء بهمته، هو القضاء مع كل الاسف يعني ما انطى الصوره الواضحه عنك عداله وعنك رمز للنهوض بعداله القضاء العراقي. لكنه نقول يعني احنا الاحزاب مثل ما قال العامري قال القضاء هو بيدنا، احنا نقدر نتحكم به. انا اعرف على كل زين، لكنه مع كل هذا وذاك احنا اليوم القضاء مالتنا، ويبقى هو القضاء العراقي في تاريخه قضاء محترم، لكنه خلال هذه الفتره القضاء العراقي ما ادى دوره بصوره صحيحه. فاحنا يعني ما نتامل من الكاظمي يعني انه يطلع صراحه لا لا تعول على هذه الدعوه. يعني الكاظمي ما طبعا هو هو تحدث بانهم بانتظار تقرير مفصل عن موضوع المعتقلين بتهم كيديه. زين هذا شو وقت يعد هذا التقرير وشو وقت يكتمل وشو وقت يفاتح مجلس القضاء الاعلى؟ دكتور نعم يعني قل له انت انسان يعني مشارك بهذه الحكومه وانت شفت تدير اكبر جهاز بالدوله، فتعرف البريء من المتهم، تعرف الكيدية من يعني هذه الامور. انت يعني هو مو انسان جاهل حتى على مود ما يعرف هاي الشغلات، لا هو اعرف من رئيس الوزراء لانه هذه كلها مطلع عليه. اما انت هسه تريد تسوي لي يعني بروباغندا لنفسك وتريد تطلع على هذه، لا هذه اغراض سياسيه حتى ينجح بالفترة الحكم للدوله الثانيه. لكنه اكو قول الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. فللاسف الشديد هذه الفله اللي حكمت العراق بعد 2009 استعبدوا العراقيين، والشعب العراقي معروف بحريته، معروف بألفته، معروف يعني بانه ما ينصاع ولا يذلل العراقي. لكنه هي هذه الجولة وإن شاء الله تنتهي. أنا أشكرك عبد الرزاق من بابل كان معنا. معنا أبو محمد من الموصل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور محمد. شلونك؟ صحتك؟ يا أهلا بك، حياك الله. يا أهلا بك دكتور محمد. بالنسبة عمر وياك عمر تفضل. أستاذ عمر العب. نعم العفو. تفضل أستاذ عمر. بالنسبة لما تحدث فيه رئيس الوزراء بخصوص تشكيل لجان ووجود أبريات السجون، هذا كله تسويف لما يقوم بالقضاء من 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 حكم خاطئ ومن أحكام سياسية تطرأ على على الأبرياء. أنا قبل 3-4 أيام راجعت التمييز على قضايا بالتمييز على إبني. بالنسبة لي من شهر 9 هم مصادقين على كل الأحكام اللي صادرة بخصوص المتهمين، مصادقين عليها إعدام مؤبد، كلها مصادقين عليها من شهر 9. والانتخابات جرت في الشهر 10، وبعد شهر 10 بدأ الصراع على المقاعد وعلى الرئاسات الثلاث. فما تحدث فيه الكاظمي هو لضمان لكسب شعبية ولكسب أهالي المعتقلين في سبيل أنه يصعد للولاية الثانية. فهذه ما تنجلي علينا إحنا، ونعرف مدى كذب وعدم مصداقية الحكام اللي يحكموا العراق. ونعرف كل الزين بأنه المادة 4 إرهاب مفصلة علينا. واللي يطرأ على عفو خاص، اللي صدر العفو الخاص يصدر على جماعة من عندهم وبشروط تعزيزية، كان يكون مخلص نصف المدة أو نقاط هم يكتبوها. فأني متوقع بأنه هذا كله تسويف وتخدير للشعب، وماكو أي عفو. ها، وإذا صار عفو هم راح يحطرون جماعة كلش قليلة بالوقت اللي هم مصادقين على كل الأحكام، كل الأحكام الصادق عليها، ويدومون العالم بإعادة محاكمات. إعادة محاكمات شو وقت يعيدون محاكمة إذا هي المعاملة نايمة بالتمييز القضية؟ هؤلاء ناس كذابين وما عندهم مصداقية وما عندهم ذرة رحمة على هذا الشعب، بل بالعكس هم المتاجرين بدماء هذا الشعب.
وهذا اللي عندي. أشكرك دكتور عمر. أنا أشكرك أبو محمد من الموصل، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مظلوم ما مسوي شيء وأخذر. أربعة معتقلين شالوهم الساعة بالوحدة الشر ونتيجة تعذيب وأعرف الضباط عذبوهم بالشعب الخامسة بالكاظمية. سدرة ليش تخسبونا؟ كهرباء كهرباء مكرهبونا خاصبي لك سدرة. قول يوم يومية أسبوع اثنين يموتون. أنا أخت الشهداء الخمسة وابني وابن أخوي ست سبعة نفس اليوم قتلونا الأمريكان وواحد عندي بس واحد وأخذوه أخذوه حبسوه. طقت همر من بلو بلو ما هو ما مطقق الهمر 14 سنة مسجون وبالناصرية. أريد أشوف أبويا صالح قد ما شايفه مظلوم. أهلا بكم من جديد. طبعا أقرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلت بالتغييرات القانونية في العراق ضد التعذيب، وقالت في بيان مشترك صادر عن مكتبها وبعثة يونامي طبعا العام الماضي في التقرير اللي نتحدث فيه بأن السلطات بحاجة إلى التنفيذ الفعال للأحكام المكتوبة في القانون في كل مركز احتجاز، مشيرة إلى أنه إذا لم يكن الأمر كذلك فإنها تظل حبرا على ورق. معنا أم أمير من العاصمة بغداد، تفضلي أم أمير. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. يا هلا بك، تفضلي يعني. يا رأيت نص التلفزيون للأخير حتى نقدر نسمعك واضح. أي نص التلفزيون. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بيك. السلام عليكم أستاذ عمر. أنا دائما أراسلكم حتى بالمظاهرات حتى بجامعة عم الطبول أنا حضرت وحتى نعم. يعني تسجيل هو سجلت يعني أخوي انحكم كيدية لا عدى قتل لا عدى إرهاب، يعني الحكم 20 سنة على مود من التعذيب. والله شنو واحد مسلب فلوس مليار ونص ومكتل أخذة وثلاثة وأخذة كم شهر العصابة كم شهر معنا دائما على ضم السجون. هسه تجنتوهم كيديا ما يخالف بس على ضم السجون يعني بهالبرد هالبرد تاخذ ملابس. اليوم أنا رحت واجهت بسجن التاجي سجن الحوت نعم واجهت يعني ملابس هذا البلوز التيشيرت ما تخلوه يدخل بجوزي أدور بالكاظمية بالشعلة دورت يا دوب حصلت لي قطعة
ليش ما تخلوا بهالبرد يطلعوا لك كلاب من السردان ويسبتون بمي بارد ولا كويتي؟ يعني هاي الشتاء البارد هسه احنا بصوبات وبيوت ومدت شو نسوي للكابوي حتى يقطع عفو؟ هاي كلها خدع على مود يصير يطوا ولايه ثالثه على مود فشي ماكو عفو. قبلها معادل عبد المهدي راح حط عفو عام قطع عفو عام وماكو. اول شيء تنازلات ما حد يتنازل والفلوس طينا كوما فلوس، يعني هذا المظلوم ما يروح بس الله إله، لا عبالهم أهل الأنبار بس هم مظلومين، إحنا وياهم صحيح بس هم الشيعة هو أهلنا مظلومين والله، لا. هم لا يتكاتفون وإيد وحدة إحنا وياهم ويطالبون بالعفو، والله ما في مظاهرات أنا مطلع بيه ما طلعت فيها، حتى جامع أم الطبور رحيت، حتى ساحة التحرير رحت، وين ما يقولوا لي والله حتى عدي تسجيل انت طلعت لي بالقناة الرافدية نعاني من متابعتها ودائما أراسلكم زين سوانا حتى تمييز للمحكمة ثلاث مرات وتتقدم القضية ويرجعوها الواسطات تقدمون ودوري الفقراء يدفون القضايا مالتهم وين نروح؟ الله سبحانه وتعالى وين نروح؟ بس قلوا لنا وين نروح؟ إما نشتكي الشكوى لغير الله مذلة. الله يعينكم، الله يعينكم أم أمير. أنا أشكرك أم أمير من بغداد كانت معنا وتحدثت عن ظروف أخيها المعتقل والمحكوم بعشرين سنة. معنا أبو محمد من البصرة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شكرا لك. حياك يا هلا بك. بيك أكثر. الله يسلمك. بقول لك بس سؤال. تفضل. لول المعتقلين. هل يعني معتقلين كلهم بدون ذنب؟ لا احنا كانوا ذباحا لا لا, لا لا احنا حتى تكون يعني تكون بالصوره. انا راح اسال. لا لا بس اسمح لي، بس اسمح لي اسمح لي اسمح لي يعني بالتحديد نعم. الكاظم يتحدث نعم. عن فتح ملف المعتقلين بالتهم الكيديه، هذا على لسانه، يعني الابرياء مو الارهابيين مو القتله. هاي الدوله هي تطل نسبه لعد. ليش هو صرح بهذا التصريح؟ هذا اللي نتحدث به. اما المعتقل القاتل، تاجر المخدرات، المسيء، لا هذا ما حد يتحدث عنه. ده نتحدث عن ما تحدثت به الحكومه، ما تحدث به رئيس الوزراء. انا من ضحايا الارهاب قاعد احكي وياك. نعم. اللي كتلوني أهل الرمادي 14 نفر كتلوهم. كل أهل الرمادي كتلوهم؟ شون هذا؟ هذا أنت هسه أنت عممت على الكل، لازم تجيب دليل. هسه أني أنت بالقانون أبو محمد ماشي إيه تمام. هسه أنت تقول كتلوني أهل الرمادي، جيب لي دليل على أنه كل أهل الرمادي كتلوك. شلون؟ اي المجرم ما نتحدث عنه ابو محمد، انت بس حتى تكون بالصوره ارجوك. ابو محمد بس تسمح لي بس تفهمني حتى تكون بالصوره واضحه عندك. الكاظمي قال هناك من المعتقلين اللي موجودين بتهم كيديه وبسبب المخبر السري، واحد عنده عداوه نعم. وياك كتب عليك تقرير ونذبيت جوا نعم. هذا اللي نتحدث نعم. عنه، ما بدنا نتحدث عن ارهابي او قاتل. هذا اللي بدنا نتحدث عنه، بدنا نتحدث ما تحدثت به الحكومه. استاذ عمر نعم، احنا نعتب على الدوله هواي، قلنا كتب على الدوله وقلنا عتب على اخواتنا الباقين، عتبنا على الدوله لان الارهابي هسه هو محكوم بالاعدام وهو كان له فد يعني مصيبه وهو قاعد محكوم بالاعدام وياكل وينام وبقى احلى مكان، يعني انا الخارج السجون مو مثله. هذا الارهابي واكو ناس مظلومه، صحيح اكو مظلومه بس يعني قله. اذا نحكي احنا عن المظلومين اللي الحكومه تقول اكو مظلومين بالسجون مو احنا. انا اشكرك ابو محمد من البصره ونسال الله ان يحفظ العراقيين. طبعا التقرير الاممي غطى الفترة من 1 يوليو 2019 لغاية 30 أبريل من عام 2021 ويستند إلى مقابلات أجريت مع 235 محتجز إلى جانب موظفين في السجون وقضاة ومحامين وأهالي معتقلين.
قال التقرير بأن حوالي نصف المعتقلين، هذا التقرير للأمم المتحدة، قال بأن حوالي نصف المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب، المعتقلين اللي أجري معهم التقرير أجرى معهم مقابلات، بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب بهدف انتزاع الاعترافات، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الممارسة قائلة بأن المحتجزين ينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى توقيع وثائق تعترف بجرائم لم يرتكبوها. أوضح التقرير بأن أساليب الاعتداء تشمل الضرب المبرح، الصعق بالكهرباء، الوضعيات المجهدة، الخنق، ووردت أنباء عن وقوع أعمال عنف جنسي، وأشار بعض المحتجزين إلى معاملة لا يستطيعون التحدث عنها. أحد السجناء قال لموظفي الأمم المتحدة الذين ساعدوا في إعداد هذا التقرير: لقد عشت أسوأ أيام حياتي، وما إن وصلت إلى السجن حتى انهالوا علي ضربا بأنابيب معدني، وفي الأيام التالية استخدموا سلكي كهرباء مكشوفين وصعقوني بالتيار الكهربائي. جاء في شهادة محتجز آخر: كبلوا يدي خلف ظهري وعلقوني من أصفادي بسلسلة متدلية من السقف، لم يطرحوا علي أي سؤال بل استمروا في الصراخ مطالبين بأن أعترف. طبعا يشير التقرير الأممي إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المصممة لوضع الاستجوابات والاحتجاز تحت المراقبة القضائية في غضون 24 ساعة من التوقيف الأولي، ويتأخر الوصول إلى محام بشكل منهجي إلى ما بعد استجواب قوات الأمن للمشتبه بهم. وفي 285 حالة احتجاز تضمنت استجوابات لم يبلغ أي شخص تمت مقابلته من قبل الأمم المتحدة عن وجود محام، وأفاد المحتجزون في كثير من الأحيان بأنهم عانوا أحيانا لإبلاغ أسرهم بما كان يحدث معهم. طبعا تحدثت كذلك صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية العام الماضي بأن العديد من هذه الأسر قدم الشكاوى إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان العراقية بشأن تعرض ذويهم للتعذيب والإعاقات الجسدية أحيانا. معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة، تفضل أبو عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أحييك وحيي هالقناة الكريمة. واني أشكر أخونا أبو محمد من البصرة، بس تعليق صغير. احنا ما نطالب أستاذ عمر من خلال هذا البرنامج أي واحد إيده تلطخت بالدم دم عراقي، ها خلينا الجزاء. والريد لجنة من قضاة نزاهة شرفاء يفترون على السجون، اللي عنده جريمة وتستحق السجين لا بالله يسجنه، اللي عنده جريمة وتستحق الإعدام لا والله أعدمه. بس أكو ناس مظلومة يا أخويا يا أبو محمد. احنا من نحكي عن ناس الأبرياء اللي خذاهم بشاية، خذاهم بعداوة شخصية، هذول اللي نحكي عليهم أطفال. والله يا أبو محمد إذا تسمعني، والله أكو ناس أطفال عمره ما يتجاوز 11 سنة، هو هذا ما الجريمة. احنا نريد من الحكومة تشكل لجنة تحقيق، قضاة نزاهة، نظيفين يفترون حتى على الملفات مالتهم. اللي مستحق سوى بيش مش ما، بس البريش يقدر يبهله. زين أبو عراق، هل يستطيع الكاظمي حل هذا الملف اللي أثاره قبل يومين وتحدث بأن هناك الكثير من المعتقلين بتهم كيدية؟ والله يا أستاذ عمر إذا سمحت لي أنا مغسل إيدي من علام مثل العربي يقول لك الساعة. والله لا الكاظمي ولا القبوة ولا راح يجون، ما يقدر كل شيء. عمي لا ما تجيهم أوامر مو مهلا أستاذ عمر. نعم. أوامرهم من فوق، وتعرفني من أقول لك من فوق منين. يعني السجون هم مستفادين منها أستاذ عمر، هم مستفادين، بس خلون خيفة الله، خلون رحمة بقلوبهم. خل كل إنسان بيده سلطة يتوقع أخوه مظلوم، ابن أخوه ابن أخته ومظلوم جوه، شي يصير بيه؟ أكو أمهات تنتظر يا أستاذ عمر. نعم. أكو زوجات، أكو أطفال قاموا يقدمون بالشوارع، أهاليتهم دبوهم، لا حول ولا قوة. ونسأل الله بلكي الله ينظف قلوب هالحكومة هاي، بلكي الله إن شاء الله حتى هالشعب هذا يرضى عليهم، يرضى عليهم الله.
أنا أشكرك أبو عراق من فلوجة كان معنا. طبعا تقرير الأمم المتحدة تحدث بأنه على الرغم من وجود آليات لتسجيل مزاعم التعذيب فإن السلطات تتجاهلها في كثير من الأحيان، ومن بين 1406 شكاوى تلقاها مجلس القضاء الأعلى في العراق في عام 2020 تم إغلاق 18 تحقيقا فقط والنتائج غير واضحة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، والتي تحدثنا فيها حول ما أثاره رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي حول فتح ملف المعتقلين بتهم كيدية. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.